والآفاق الكريمة التي نريد إيصالها للعالم من اعتزازنا بالمرأة وتكريم ديننا الحنيف لها والإبانة عن دورها الجليل تاريخا وواقعا ومستقبلا في صناعة الوعي وفي خدمة المرأة لدينها ووطنها والإنسانية كلها. القضية الرابعة، كم ربط القرآن الكريم وجداننا جميعا كمسلمين بالسيدات العظيمات، فكم حدثنا عن حواء عليها السلام وعن بنات سيدنا لوط وعن سيدتنا سارة، وكم حدثنا القرآن عن سيدتنا هاجر، وكم حدثنا عن أم موسى وعن أخت موسى وعن زوجة موسى وعن امرأة عمران وعن امرأة أيوب وعن مريم ابنة عمران وعن ملكة سبأ وعن صاحبة سورة المجادلة وسيدات البيت النبوي من أمهات المؤمنين، وحديث القرآن عنهن في سورة الأحزاب، حتى نصل إلى سورة أخرى كاملة من سور القرآن سميت باسم امرأة وهي سورة المجادلة أو سورة المجادلة، إلى أن يتوج القرآن الكريم ذلك بقوله جل جلاله: وعاشروهن بالمعروف. ثم يأتي الهدي النبوي الكريم في قوله صلى الله عليه وسلم: استوصوا بالنساء خيرا، وفي قوله: خيركم خيركم لأهله، وفي قوله: النساء شقائق الرجال، وفي قوله صلى الله عليه وسلم: فإنكم أخذتموهن بأمان الله، وفي قوله صلى الله عليه وسلم: أحرج عليكم حق الضعيفين اليتيم والمرأة، مع إجلال الشرع لقدر الأم. فهذا نداء السماء في وجداننا شاهد علينا بما ينبغي أن نتخلق به في معاملة المرأة وفي دعم القيام بدورها ورسالتها على أكمل وجه. القضية الخامسة، إذا كان المؤتمر عن المرأة ودورها في بناء الوعي، فإن المرأة الفلسطينية في مقدمة نساء العالم صبراً وتحملاً وصموداً وقد حفرت في وعي الأجيال المتعاقبة معنى اسم فلسطين، وأن هذا الاسم لن يمحوه عدوان صارخ ولا قتل ولا حصار ولا تجويع ولا إبادة ولا تنكيل. وقد تحملت المرأة الفلسطينية مرارة فقد الزوج والأب والأخ ومرارة ثكل الولد، وقامت وما زالت تقوم ببناء وعي الأجيال على الثبات على الأرض وعدم قبول التهجير والنزوح وتقديم الابن تلو الآخر شهيدا فداء للأرض والوطن، فتحية احترام وإجلال لهذه المرأة العظيمة. القضية السادسة، ضيفة الشرف اليوم لهذا المؤتمر السيدة الجليلة الكريمة سانتانوريا عبد الرحمن، حرم رئيس إندونيسيا الأسبق الرئيس عبد الرحمن واحد، والتي أرحب بها ترحيبا خاصا، وأعرب عن سعادتي البالغة وسروري بتشريفها لنا اليوم، وأشكرها على قبولها دعوتنا لحضور المؤتمر، حيث قامت بدورها الوطني سيدة أولى وزوجة لرئيس إندونيسيا، ثم قامت بدورها الإنساني راعية لمبادرات إنسانية وأعمال خيرية ممتدة في مختلف أنحاء إندونيسيا، فهي رمز ونموذج نسائي جليل نقدم للعالم من خلاله صورة مشرفة للمرأة المحبة لوطنها المكرمة للإنسان مهما كان عرقه ودينه. وقد ربطتني بسيادتها صلة خاصة، حيث تشرفت بزيارتها مع أسرتها الكريمة في منزلها العامر في العاصمة جاكرتا، واستمعت إلى حديثها وتجربتها الحكيمة، واليوم أقدم لها كل التكريم والتقدير
والاحترام ضيفة عزيزة على مصر التي درس فيها بالأمس زوجها الرئيس عبد الرحمن واحد في أزهرها الشريف، ثم تعود مصر اليوم لتستقبلها وأسرتها الكريمة ليتجدد الود وتتجدد الصلة مرة من خلال الرئيس عبد الرحمن واحد، واليوم من خلال سيادتها رمزا نسائيا نتشرف به أمام العالم.